شيء ما يحدث في إيران على صعيد ملف أوضاع المرأة فيها، صورة تبدو مختلفة من الداخل عما هي عليه في الخارج، مع تخفيف السلطات الدينية بعضا من القيود المفروضة على نساء طهران. لا أجد سببا للتمييز بين الرجل والمرأة من خلال قانون أو إجراء معين، لأن لذلك آثارا معاكسة، فمن الطبيعي أن تعيش المرأة حياة مشابهة ومشتركة مع الرجل في العمل والحياة. المراجعة التي يجريها البرلمان الإيراني لقانون الأسرة تكشف عن انقسام وصراعات داخلية تدور رحاها بين شقي المحافظين والتيارات الأكثر تشددا، يغازل كل منها مجتمعا الغلبة فيه كما يبدو للتيارات المحافظة ولو إلى حين. أعتقد أن قانون حماية الأسرة بشكل عام يمثل خطوة لصالح المرأة. نعم، هناك بعض المواد التي يدور الجدل حولها ولا تزال قيد المناقشة، ولكن يوجد من يسعى إلى إثارة الأجواء من خلال هذه القضايا. تفسيران متناقضان على خط متوازن لقانون الأسرة، حيث تواجه بعض مواده انتقادات من منظمات اجتماعية وقانونية، ولا سيما ما يرتبط بتعدد الزوجات. قراءات تلهب وما تزال الجدل في طهران حول الخيط الفاصل بين شعارات محافظي الجمهورية الإسلامية وواقعها المعاش. القضايا المهمة المطروحة في المجتمع الآن هي لائحة حماية الأسرة، والتي تتضمن تشريع تعدد الزوجات وغير ذلك من المواضيع المهمة، ولكن في النهاية أعتقد أنه وبغض النظر عن جميع الاتجاهات ولا سيما المتشددة، فإنه ينبغي أن يطرح فهم الإسلام بنظرة واقعية. وبعيدا عن الجدل القانوني، فإن المرأة الإيرانية تأمل أن يسهم هذا الحراك في صناعة خريطة جديدة لأوضاعها، آمال قد لا تكون وحدها كافية لإزالة تراكمات عقود من المظالم التي لحقت بالنساء ما لم تتغير قواعد اللعبة السياسية في البلاد. ولا يقتصر ملف المرأة على مسألة تعدد الزوجات، فهناك مشكلة زواج القاصرات وحق المرأة في الوصول إلى المناصب في الدولة والقضاء، إلى جانب العديد من الموضوعات التي تشغل بال المؤسسات الثقافية والاجتماعية والقانونية. لبرنامج اليوم، محمد الأسدي، الحرة، طهران.